اهلا بيكم في حلقه جديده من برنامج الصداره. عندنا صباح الخير عليكم، ان شاء الله النهارده يبقى يوم جميل جدا جدا. النهارده هنعمل وصفات لذيذه جدا عشان نكمل بيها النظام الغذائي اللي احنا ماشيين عليه. هنعمل النهارده برجر بالجبنه والبيض، هيعجبكم قوي. ده من نوع من انواع التغيير عشان احنا بنبقى زهقانين، ممكن نتغدى بيه لو يعني معدتكم تستحمل تفطروا بيه، ما فيش مشكله، بس انا عاملاه يعني يفضل للغدا. هنعمل النهارده كمان جالي بطريقه جديده ومختلفه، وهنعمل نوع تاني من انواع العيش. هنعمل النهارده عيش معمول زي شبه التوست كده شويه. تعالوا مع بعض نشوف البرجر اللي احنا هنعمله النهارده عباره عن ايه. عباره عن برجر، ممكن طبعا البرجر نعمله في البيت، اهم حاجه ما نحطش عليه فول صويا خالص عشان احنا ما عندناش فول صويا في المقادير او في الانجريدينتس بتاعت النظام اللي احنا ماشيين عليه. فهيبقى معانا برجر، وممكن يوم اعمل لكم البرجر، يوم ان شاء الله اعمل لكم البرجر بيتعمل ازاي. عندنا كمان بيض وجبنه تشيدر، اي نوع جبنه من المسموح بيها. هو انا جايبه النهارده تشيدر وفلامنك، شرايح بصل، شرايح طماطم، كاتشب، مستردة، كابوتشي او خس، رانش صوص، مايونيز طبعا من غير سكر، خيار مخلل، خلاص، وبيض. اول حاجه تعالوا مع بعض نعمل البيض عشان نخلص منه. طيب مفيش بوله اصغر، اوكي. هسخن كده طاسه، اهم حاجه الطاسه اللي هعمل فيها تبقى بالحجم الصغير ده عشان هوريكوا ليه. خلاص هجيب كده 3 بيضات على الطاسه دي، بصوا الطاسه حجم ايه، على الطاسه دي 3 بيضات، خلاص عشان يبقى تخين. طبعا هنحط على البيض ملح وفلفل اسود ونقطة الخل اللي احنا متعودين عليها، ملح وفلفل اسود، نقلب كده. هسخن الطاسة اللي هعمل فيها البرجر كويس قوي، ممكن معلش ملح وفلفل اسود ما حطوش هنا الملاح. البرجر زي ما قلت لكم هنعمل يوم مخصوص للبرجر اللي احنا مفروض نعمله بدون فول صويا، خلاص عشان يبقى جاهز عندنا في الفريزر، وبنحطه كده في زي الكياس التلاجة دي عشان نستخدمه على طول، لانه من الحاجات السهلة والبسيطة وممكن نتعشى بيه، نفطر بيه، نتغدى بيه، وبيتعمل بكذا وصفه. هعمل لكم بيه وصفات كتير قوي، لان احنا دلوقتي في الصيف ناس كتير بتطلع مصيف، فالبرجر من الحاجات اللي بتبقى ظريفه جدا في المصايف. طبعا الوصفه اللي انا بعملها النهارده تنفع لكل الناس، كل الناس تنفع، ممكن بس الفرق ان احنا نزود عيش على الوصفه دي. خلاص طيب، البرجر يفضل معاه زيت زيتون عشان احنا طبعا مش بنستخدم الزيت العادي، خلاص، لان الزيت ما بيخليهوش يلزق، ونستخدم طاسه برضو من الطاسات اللي ما بيلزقش فيها الحاجه اهو. بنفرم اللحمه كويس قوي كمان، لدرجه ان احنا بنضربها ضربه كده في الكبه عشان تبقى ناعمه عن المفروم اللي احنا متعودين عليه. نحط ملح، فلفل، بهارات اللحمه وبهارات البرجر، وبودره ثوم، بودره بصل، رشه جوزة الطيب،
بيبقى حلو جدا اهو. طيب والطاسه دي كمان سخنت. البيض بقى نعمله بزيت زيتون او بسمنه بلدي او بزبده، بالسمنه البلدي كمان بيبقى حلو جدا. نحط بقى كده ايه، ملح، فلفل اسود، ممكن نحط رشة جبنة جوه وممكن ما نحطش، انا هحط حبة صغيرين عشان لسه هحط بره. خلاص اهو، بسم الله الرحمن الرحيم. طيب انا عندي هنا برجر جاهز عشان نبتدي نشتغل، وعامله بيض جاهز. بصوا بقى هنعمل ازاي الساندوتشات. اهو هنا البيض اهو، بصوا عامل ازاي. هنعمله بطريقتين، بصوا هقطعه كده عشان يبقى نفس حجم البرجر. خلاص اهو، واجيب نوطي بس النار، نفس حجم البرجر. هجيب هنا بقى المايونيز والبصل، عايزه بس بوله صغير. هجيب معلقه مايونيز، معلقه كاتشب، هعمل كده اهو، وهعمله كده واحط عليه بصل بالطريقه دي، كابوتشي بالطريقه دي، شريحه طماطم، احنا لينا طماطمايه في اليوم، ممكن مستارده للي حابب المستارده، في ناس مش بتحبها قوي. وهجيب جبنه فلامنك، جبنه شيدر احمر اللي انتوا عايزينه، وهقطعها برده بنفس القطاعه. بصوا حتى شكلها حلو ازاي، عامله زي فلوري كده من هنا، بصوا كده. خلاص اجيب البرجر بالطريقه دي، بصوا ما بياخدش وقت خالص على النار. ليه؟ لان اللحمه اصلا مفرومه فرم ناعم، فما بتاخدش مده خالص على النار اهو. وده كمان اهم حاجه، يبقى تخين. خلاص اجيب بقى واحده كمان من ده، وهعمله بالطريقه دي. بصوا الساندوتش، عملنا ساندوتش تشيز برجر بالبيض اهو، حلو جدا. بصوا عامل ازاي، حلو جدا جدا وظريف. طبعا البيض ده مش هنرميه، هقول لكم هنعمل بيه ايه، بس نعمل ساندوتش كمان برضو، نغير كده اهو. نعمل بقى هنا رانش صوص ونحط بصل، بصل طبعا اساسي، اللي مش عايز ما يحطش، بس انا مثلا من الشخصيات اللي بحب البصل جدا في الاكل. نحط كمان خس اهو، هحط بقى التوباسكو صوص، ده بيبقى سبايسي سنه للي عايز. لا مش راضيه تتفتح، نحط كاتشب لغايه ما اعرف افتح اهو. اجيب البرجر بالطريقه دي، طبعا احنا لو اتنين مثلا هنعمل على قد الافراد اللي هياكلوا اهو. البيض الاومليت خلاص استوى، نسيبه يبرد بس.
ماشي، لو عايزين نطلع فاصل نطلع. طيب نطلع فاصل عقبال ما البيض يكمل سوا هو والبرجر، ونرجع نكمل السندوتشات اللي بنعملها. بصوا ده الساندوتش التاني اللي احنا عملناه اهو، هحطه كده. نطلع فاصل ونرجع تاني. رجعنا بعد الفاصل دلوقتي. بصوا بقى اهو اهو، بقطع اهو البيض بالطريقه دي. ماشي، والبيضه دي خلاص خلصت. بصوا بقى سريعا كده بنحطها هنا كده اهو، اوكي. وبعدين في هنا طبعا جبنه مبشوره اهو، بقوم حطاها كده اهو واسيبها هي هتسيح لوحدها، تمام. ليه بقى؟ بتدي بصوا المنظر حلو ازاي اهو. بصوا بتدي منظر حلو جدا. بصوا على ايدي اهي، بتبقى حلوه قوي. خلاص طيب نكمل بقى. هنجيب ده كده ونحط عليه هنا على طول الكاتشب، بيدي برضو طعم مختلف كده اهو. ونجيب الشيدر الاحمر المره دي. بالطريقه دي نحط كمان البصل، الخيار المخلل، البرجر. الخس مهم جدا يا جماعه عشان الخضار، ماشي، عشان الخضار اهو كده. ونحط تاني كاتشب هنا ونغطيه بالشكل ده، اوكي اهو. احنا اصلا كمان لو عازمين ناس على الفطار الفكره دي بتبقى حلوه جدا، وممكن نعملها اصغر البايتس دي الصغننه، هتبقى برضو حلوه جدا. تعالوا بقى نعمل فكره تانية. هجيب البرجر واحط عليه كده كاتشب بالطريقه دي خلاص، واجيب الكابوتشي واحط عليه الرانش صوص، بيليق جدا مع الكابوتشي. احط عليه كده بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. وهجيب البيض اللي احنا بصوا اللي كان بواقي، هنعمله كده بالشكل ده خلاص. وفي هنا خيار هقطعه كده صغنن، ونحط كده بصلاية مع نقطة كاتشب ومسترد. ودي برضو طريقة تانية للتقديم اهو، حطينا الخس او الكابوتشي، بعد كده البرجر، بعد كده البيض. نعملها تاني. ايه؟ اوكي. حلوة دي كده. هنعمل ايه بقى؟ هنحط هنا كاتشب ونحط البرجر ونجيب الجبنة الشيدر العادية اهي. كده. نحط خيار مخلل وطماطم، خيار مخلل وطماطم وبصل. الحاجات اللي انا بحشيها دي طبعا من اختياركم. نجيب البيض
البيض ده طبعا مش هيترمي، احنا لو مثلا فردين هياكلوا لما نعمل قرصين اللي هنشيله هنعمله بالطريقه دي. وهنا بقى نغطي بيه كده عشان نعمله زي الساندوتش. معانا اروى؟ ايوه يا اروى. الو. ايوه ازيك؟ انا بحب حضرتك جدا جدا يا حبيبتي. وانا كمان، اخبارك ايه؟ الحمد لله الحمد لله الحمد لله. اتفضلي، عندك سؤال عايزه تساليه؟ لا شكرا، انا بعمل كل الاكلات بتاعتي. بتعملي كل الاكلات؟ طب قولي لي ايه مثلا من الاكلات اللي انت عملتيها؟ الدونت لسه عاملاه. الايه؟ الساندوتش ده عملته. الدونتس؟ مش سامعه. الساندوتش اللي انا عاملاه، عشان انا عملته بشكل تاني قبل كده. اعملي ده كمان. طيب اهو البيض. المره دي بقى ممكن نعمل البيض اتجاه الجبنه من فوق وما نحطش جبنه خالص. اهو البرجر، نجيب البصل بالطريقه دي، نجيب الخيار المخلل. الخيار المخلل احنا محتاجينه، احنا محتاجين على اقل معلقه ملح في اليوم. معانا ملك. ايوه يا ملك. ايوه. ايه، انا بحب حضرتك جدا يا روحي. وانا كمان، اخبارك ايه؟ بصراحه انا كنت عايزه من حضرتك ان الحلقه الجايه ان شاء الله ان انت ممكن تقولي لنا ازاي نعمل طريقه النجريسكو. انا لسه عاملاها الاسبوع اللي فات، ينفع تتفرجي على اليوتيوب؟ وهخلي هبه دلوقتي تنزلها لك على الشاشه، ينفع يا ملك؟ انا لسه عاملاها الاربع اللي فات، لا اللي قبليه، فاهمه قصدي؟ تمام خلاص، هتتفرجي عليها وهنزل لك المقادير حالا دلوقتي. طيب كده خلصنا البيض، نعمل بقى كده شويه من غير، احنا ممكن نسيب ده دلوقتي ونعمل الجيلي، وفي الفاصل هكمل لكم الوصفه دي خلاص، عشان بس ايه الحق اعمل لكم الجيلي. الجيلي النهارده هعمله بطريقه حلوه جدا وجديده، والجيلي النهارده لايت. سواء عاملين النظام او مخففين في الاكل عادي، يعني مش عاملين النظام اللي احنا ماشيين عليه، ممكن نعمله معمول بطريقه ظريفه جدا. افتح بس كده النار عشان انا هقول لكم بقى محتاجه ايه. محتاجه سكر اللي مسموح بيه خلاص، ومحتاجه ده جيلاتين والسكر المسموح بيه ولون احمر وفراوله. طبعا ما فيش فراوله طازه الايام دي، يا اما احنا مخزنين يا اما نشتري فروزن، وعلى فكره الفروزن اللي في السوق حلوه جدا وجميله. هنحط كده، لان احنا الفاكهه المسموح بيها فراوله وتوت وافوكادو، بس الفراوله تعتبر من ارخص الفواكه اللي متاحه لينا في النظام ده، فاحنا بنستخدمها اكتر عشان بس ايه ما نتقلش عن الناس بحاجات غاليه ومش متوفره قوي. هحط كده الفراوله معاها السكر خلاص. السكر على حسب ما انتوا حابين، انا هنا حاطه 3 معالق كبار، واسيبها كده تسيح شويه. وهحط لها حبه ميه صغيرين قوي عشان بس ايه تسيح جواها خلاص. معانا جودي. الو. ايوه يا جودي. ازيك، انا بحبك قوي يا حبيبتي. وانا كمان، اخبارك ايه؟ الحمد لله. عايزه تسالي على حاجه معينه؟ كنت عاوزه اسال على طريقه السمك المشوي. الايه؟ السمك المشوي؟ اللي هو بالزيت والليمون ولا اللي بالرده؟ لا اللي بالرده. حاضر حاضر، فكره مهيبه. ممكن تكتبي عندك نعمل السمك المشوي؟ خلاص انا هعمله اصلا، فكره لطيفه ما عملتوش قبل كده. طيب اهو هنحط كده ونجيب البيض. البيض ده طعمه خطير، يعني عايزه اقول لكم معمول كده وطعمه حلو قوي قوي. نحط كده طماطمايه مع خيارايه مخلله، وممكن عشان احنا عايزين خضار نحطه كده.
خلاص ونعمل ساندوتش برضو تاني. ماشي. بصوا قبل بس ما نطلع فاصل عشان احنا لازم نطلع فاصل دلوقتي. بصوا الفراولة مع السكر مع نص كوباية مية بالظبط، هفضل اغليهم كده على النار لحد ما الفراولة تدوب شوية، بعد كده هرجع اضربهم في الخلاط في الكبة بالهاند بلندر اللي انتوا عايزينه، ونرجع نشوف الخطوة التانية هنعملها ايه. خليكم معايا. رجعنا تاني بعد الفاصل دلوقتي. بصوا بقى المره دي الساندوتش هيبقى البرجر هو اكنه العيش، وهنحشي الباقي حاجات تانية. خلاص اهو ده اخر حاجه هنعملها معانا النهارده، اهو البرجر. بصوا البرجر، الجبنه، الكابوتشي، الطماطم، البصل، الخيار، خلاص اهو مش هرمكم من حاجه خالص. البرجر نحط له بس كاتشب كده ونعمله بالطريقة دي اهو، ساندويتش البرجر. خلاص طيب نشيل الحاجات دي بقى كده على جنب. خلاص ونشوف بقى دلوقتي الجيلي اخباره ايه. بصوا بصوا بقى عامل ازاي. هنبتدي بقى نضربه كده بالهاند بلندر عشان نفرم خالص الجيلي. بصوا كده وهو بيتفرم طبعا زي ما قلت نضرب في الخلاط، نضرب في الكبة، نعمله عندنا هاند بلندر، هنعمله بالطريقة دي. لو اتعودتوا على طعم الجيلي ده ممكن ما تحبوش الجيلي اللي احنا متعودين عليه وبنستخدمه. اهو كده خلصناه. هعمل ايه بقى دلوقتي؟ هجيب الجيلاتين، هحط معلقه حلوه كده كبيره مع ميه مغليه، اهم حاجه الميه تبقى مغليه عشان تبقى زي الجيلي. ماشي. وايه اقلبه كده كويس قوي عشان ما يكلكعش. وعشان نخلي الجيلي لونه حلو هنحط لون احمر طبعا عشان نخليه لونه حلو قوي. لو انتوا حاسين ان انتوا لا مش فارق معاكم الموضوع ده براحتكم. على فكره يا جماعه الجيلاتين اللي انا حطاه ده مفيد جدا لينا، يا اما نستخدمه بقى ان احنا عشان احنا جسمنا محتاج جيلاتين، يا اما ناكله عن طريق الكوارع يا اما عن طريق الجيلاتين اللي احنا حاطينه ده. طبعا الكوارع مفيد اكتر بس ده برضو مفيد. نقلب كده وهنحط لون احمر ونقلبه. الاحمر ده غامق شويه بس ايه هنشوف. هسيبه بس كده ايه لحد ما الجيلاتين يدوب اكتر. ممكن احط حبه ميه صغيرين. طيب عقبال ما الجيلاتين يدوب كده هجيب انا هنا بقى بوله
عشان نعمل العيش بتاعنا. الناس كتير بيبقوا عايزين ينوعوا في العيش. ده تقريبا خامس نوع عيش انا اعمله من ساعة ما ابتديت النظام. عايزة اقول لكم ده من سهل جدا وبيحتاج بالظبط من دقيقتين لتلاتة بالكتير قوي سوا في المايكرويف. لو ما عندناش مايكرويف عادي ممكن نحطه في الفرن. معانا جانا. الو. ايوه يا جانا. ازيك انت؟ عامله ايه؟ اخبارك ايه؟ الحمد لله. اتفضلي انا سامعاكي. لو سمحت عايزه طريقه الكبده الاسكندراني. بصي انا عملتها الاسبوع اللي فات الكبده الاسكندراني وهنزلها دلوقتي على الشاشه. انا زودت كمان فيها بصل ابيض لو انت حابه. لو مش حابه تعمليها زي ما انا عاملاها بالظبط من غير بصل ابيض. خلاص هبه نزليها لو سمحتي الكبده الاسكندراني. اهو هنجيب بيضه كده. الكميه دي عليها بيضتين. كوبايه اللوز عليها بيضه واحده بس. خلاص فانا هعمل على قد البيضه. هنحط بقى زيت زيتون. الزيت زيتون البيضه عليها ربع كوباية زيت زيتون. دي ربع كوباية زيت زيتون. ونعمل المقادير مظبوطة. او لو انتوا بتفهموا في المقادير بطريقة يعني من غير مش عارفة اقولها لكم ازاي. من غير الميزان ممكن. اهم حاجة العجينة العيش يبقى زي العجينة. هوريكم دلوقتي شكله عامل ازاي. نحط بودرة ثوم. البودرة الثوم من الحاجات اللي بيخلي طعمه حلو قوي. معانا رباب. هنحط زعتر. زعتر فريش اهم حاجه. ايوه يا رباب. الو. كنت عايزه طريقه الجيلي. طريقه الايه؟ الجيلي. الجيلي اللي انا بعمله ولا الطريقه العاديه؟ لا الطريقه العاديه. طيب الطريقه العاديه بتجيبي باكت الجيلي اللي هو بيجاب من السوبر ماركت. هما بيقولوا كوبايه ميه. لا حطي عليه 3 ارباع كوبايه ميه ومن غير سكر. دوبيهم في ميه مغليه. نص كوبايه ميه مغليه وبعدين طلعيه حطي عليه ربع كوبايه ميه ساقعه وسيبيه يهدى شويه وبعدين حطيه في كاسات ودخليه الثلاجه. وممكن كمان نحط فيه فاكهه بما ان دلوقتي الصيف. عندنا خوخ، عندنا برقوق، عندنا عنب، ممكن نحطه جوه الجيلي. البيضه عليها كوبايه دي لوز. ماشي اهو هنبتدي بقى احط دي اللوز بالطريقه دي معاه البيكن باودر. كوبايه دي اللوز باكت البيكن باودر هنحط نصه. ماشي وهقلب. الماده الدهنيه هنا زيت زيتون. بيخلي طعمه جميل جدا للناس اللي مش بتحب قوي السمنه البلدي او الزبده وبتحب زيت الزيتون. الوصفه دي بزيت الزيتون طعمها حلو قوي قوي قوي. هوريها لكم. احنا ممكن نزود اهو. يعني بصي يا هبه ممكن من كوبايه لكوبايه وربع دقيق لوز على البيضه. يعني هنا البيضه خدت كوبايه وربع. دايما الحاجات البيكنج بالذات بتحتاج تركيز قوي في المقادير. الجيلي كده ايه بقى تمام. انا هطفي عليه النار. استوى كده. وايه بصوا بقى ده كده بقى جاهز. هحطه في قالب الانجليش كيك. هو القالب اللي هنا كبير. طيب احنا ينفع نطلع فاصل ولا ممكن اقدم الجيلي عقبال ما نطلع فاصل؟ ماشي اوكي. الجيلي اهو جاهز. مدام سلوى. الو. ايوه مدام سلوى.
الو، ازي حبيبتي كمان غاده؟ عامله ايه؟ ازيك انت يا حبيبتي، اخبارك ايه؟ حبيبتي كمان غاده عامله ايه؟ الحمد لله يا تمام يا حبيبتي، الحمد لله. حضرتك على اكلاتك الجميله دي وعلى ذوقك. ميرسي ليكي، انت اللي ذوق يا حبيبتي. ياكلك والله يا مدام غاده. ربنا يخليكي، ربنا يخليكي. انا بحب حضرتك جدا، اكلاتك ودمك خفيف وكل حاجه فيكي ذوق. ميرسي يا حبيبتي ليكي، ميرسي قوي قوي. اتفضلي، عايز تسالي على حاجه؟ رساله شرفين حضرتك في اسكندريه. حاضر حاضر، فين بقى؟ عايزه اشرفكم فين في اسكندريه؟ لو سمحتي. ايه ايه؟ ربنا يخليكي. خلاص يا حبيبتي ماشي اوكي. طيب دلوقتي الجيلي بقى جاهز، هنا في كاسه كبيره وفي كاسات صغيره، احط كده ايه في الكاسات الصغيره. بصوا بقى لونه عامل ازاي، لونه فراوله فراوله يعني ما بيهزرش، وطعمه كمان هيعجبكم قوي. انا عامله واحد قبل الهوا ان شاء الله يكون جمد، ولو انا هطلعه دلوقتي، انا هحطه في الثلاجه، ولو ما جمدش هسيبه لكم نشوفه بكره مع بعض ازاي السمك بتاعه بعد لما يجمد. الجيلي من الحاجات الحلوه جدا للاطفال، عايزه اقول لكم الوصفه دي حلوه قوي للاطفال. ممكن بس بدل ما نحط سكر اللايت، عشان لو احنا بنعمل نظام غذائي منخفض السعرات، او لو احنا عاملين النظام الكيتو ده بيبقى حلو، لو احنا مش عاملين نظام ممكن بس نحط سكر طبيعي. خلاص طيب نطلع فاصل بقى، بصوا الجالي اخباره ايه، بصوا عامل ازاي. نطلع فاصل ونرجع نكون بصوا هحط بس دي دقيقه في المايكرويف واحنا في الفاصل، ونرجع نحطها في قلب الانجليش كيك. خليكم معايا. رجعنا تاني بعد الفاصل. دلوقتي بصوا بقيه الجيلي حطيته في الكاسه الكبيره دي، ممكن بقى نزود فواكه لو انتوا عايزين. وده اللي انا عملته قبل الحلقه، هو جامد عشان انا حطيته في الفريزر عشان يلحق يجمد بسرعه. اوريكم بقى، بصوا اهو، بصوا بقى نقرب بس الكاميرا عشان اوريكم شكله عامل ازاي. بصوا عامل ازاي، اكيد ناكل فراوله فراوله يعني، طعمه حلو قوي وبجد مفيد جدا. طيب عايزين نعمل بقى العيش التوست. في طريقتين للعيش التوست ده، الانجليش كيك زي ما انا عاملاه في قبل الحلقه، وده اللي هوريكم دلوقتي عشان لو ما حدش عنده الانجليش كيك ده، قالب الانجليش كيك مش مهم، ممكن نستخدم صينيه مستطيله بايركس، صينيه مدوره، اي حاجه اللي متوفر عندكم. اهو كده، بالطريقة دي هجيب بقى اللي انا عملته، هحطه هنا وادخله المايكرويف من دقيقة لدقيقتين بالكتير، مفيش مايكرويف، هندخله الفرن لمدة 10 دقايق او لما يتحمر. خلاص ونسيبه يبرد خالص. معانا ساندي. الو، ايوه يا ساندي، انا بحبك قوي يا حبيبتي. وانا كمان، اخبارك ايه؟ كويسه الحمد لله. الحمد لله. قولي لي، عايزه تسالي على حاجه؟ ايوه، كنت عايزه طريقه الكفته. كفته ايه بالظبط؟ المشويه؟ ايوه الكفته المشويه على الفحم. حاضر حاضر، هقولها لك دلوقتي. الكفته المشويه على الفحم، بصوا اللي هي زي بتاعه المحلات بالظبط، هقول لكم بيعملوا ايه. بيفرموا اللحمه طبعا مفرومه وفيها دهن، خلاص، ويجيبوا جزء تاني يفرموه قوي يعني يخلوه زي لحمه البرجر كده، ويعجنوا الاثنين على بعض، ومعاها بقى كمان التوابل بقى، توابل الكفته اللي احنا بنحبها. ممكن في ناس بتحط برغل مثلا، بس انا مش بحبها بالطريقه دي، فاحنا هنعملها بالطريقه اللي انا مثلا بعملها، نص كيلو
لحمه مفرومه عادي، نص كيلو لحمه مفرومه ناعم شويه، هنخلطهم مع بعض، نحط عليهم بقى توابل الكفته مع بودر الثوم وبهارات السبع بهارات، ملح وفلفل وجوز الطيب، ونحط عليها حته دهنه صغيره ونعجنها كويس قوي ونحطها في اسياخ وندخلها الفرن او نحطها على الطاسه. بعد لما تستوي خالص وتبقى تمام نكون مسخنين فحم نحطه في وسط الكفته، معاه نقطتين زيت بس، الفحم طبعا يبقى فيه فويل عشان بس السائل بتاع الفحم ما ينزلش على الكفته عشان هو طبعا ضار جدا، ونغطي كويس قوي الطاسه او الحله اللي احنا عاملين فيها الكفته، بتبقى فيها ريحه الفحم حلوه جدا جدا، وممكن نزود بقدونس جوه الكفته بيبقى ظريف قوي. طيب هنحط اهو كده قالب التوست اللي هنسيبه يبرد مش اقل من نص ساعه، خلاص اهو ورقه الزبده، مهم جدا يا جماعه ورقه الزبده مهمه جدا هنا، بس كده نقطع الزيادات بالطريقه دي، اهم حاجه تبقى ورقه الزبده طالعه شويه عشان نعرف نطلع بيها العيش اهو، يبقى بالمنظر ده. خلاص ندخله الفرن ونجيب بقى التوست ده كده، نجيب سكينه مشرشره. معانا الاء. الو. ايوه يا الاء، ازيك يا شيف؟ ازيك انت، عامله ايه؟ انا بحبك قوي. وانا كمان، اخبارك ايه؟ تمام الحمد لله، والله كويسه الحمد لله. قولي لي، عايزه تسالي على حاجه؟ عايزه طريقه البيتزا. البيتزا حاضر، انا عملتها البيتزا، عملناها الاربع اللي فات، لا اللي قبليه، فاتفرجي على حلقه اليوتيوب، ويا ريت بس يا هبه تشوفي تنزلي لها مقادير البيتزا. اه بصوا هو عايزه اقول لكم، استنى ادوقه بقى كده، طعمه حلو قوي. حلو قوي. بصوا هو بيفرفت شويه، ده معناه ان هو طازه جدا. ممكن نقلل زيت الزيتون حبه صغيره، لو انتوا هنا انا مزوده زيت زيتون عن المقادير بتاعه اللي انا حطاها هنا عشان بحب طعم زيت الزيتون في الحاجه، فممكن نقلل زيت الزيتون حبه صغيرين عشان يبقى متماسك شويه، بس هو هنا طعمه يعني جميل جدا جدا جدا. وميزه العيش ده زي ما قلت ان احنا هنعمل القالب ده بكوبايه دقيق لوز او كوبايه وربع، ده يقضينا اسبوع، يعني ده مفروض يقضينا من اسبوع لثمان ايام، حته زي دي او اكتر سنه بتشبع جدا جدا، من الحاجات اللي بتنفخ البطن وبتشبع وبتدينا احساس ان احنا مش محتاجين ناكل عيش. خلاص كده النهارده خلصنا حلقتنا، عملنا النهارده جيلي صحي جدا بالفراوله مع السكر اللايت مع الجيلاتين، وضربناهم كلهم بالهاند بلندر وحطيناهم بالطريقه اللي شايفينها دي في الثلاجه، طعمه حلو قوي. ما ننساش نحط اللون الاحمر لو انتوا حابين اللون يبقى واضح. عملنا كمان ساندوتشات برجر على طريقه كيتو بالبيض الاومليت مع الجبنه التشيدر او بالكابوتشي مع الخس، او عملنا تشيز برجر من غير بيض خالص. عملنا كمان النهارده عيش بطعم اللوز مع زيت الزيتون والزعتر، عايزه اقول لكم طعمه حلو قوي قوي قوي، وانا دايما بحب الحاجات اللي شكلها كده، دايما بقول لكم انا ده هوم ميد قوي، فطعمه فعلا هيعجبكم جدا جدا جدا. يا رب تكون حلقه النهارده اتبسطتوا بيها، واشوفكم ان شاء الله بكره في حلقه جديده. باي باي.